يوصفني ما نشر سواء كان في وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية على لسان المحامي عصام سلطان لما بيدعي بيقول إن أنا حتة موظف، مع الأسف الشديد الوحيد الذي البطاقة الشخصية بتاعته مكتوب فيها دكتور حامد صديق، دكتور باحث حامد صديق، وليس موظف في المركز القومي للبحوث. كما يؤسفني عندما يقول أنا عميل أمن الدولة، والثابت من خلال دعاوي القضائية من 7 سنين أول واحد كان رافع دعاوى قضائية ضد أمن الدولة، بل بحل الأمن المركزي، ورافع أكثر يعني أكثر دعاوى قضائية كانت ضد أمن الدولة من خلال ما تم من سواء كان إفراج عن المعتقلين، سواء كان دعاوى مكتوب فيها صراحة الإفراج عن عبود الزمر، عن طارق الزمر، دعاوى قضية مكتوبة. فكيف لعصام سلطان لما يقول إن أنا من أمن الدولة؟ أين كان عصام سلطان من الثورة؟ إحنا شفناش عصام سلطان لا في 25 ولا 28 ولا يوم 11 ولا أي يوم. أين كان عصام سلطان؟ جاي دلوقتي يتكلم ويقول حق الشهداء، وإن حامد واللي اسمه حامد صديق بإدعائه بإن ده مش حسن مبارك بيعدم أسر الشهداء، ولكن الثابت إن ما يقوم به عصام سلطان هو تضليل الرأي العام. هل عصام سلطان عنده الجرأة والشجاعة ان يجي يواجه ويقول بالفعل ان دوت هو الرئيس محمد حسني مبارك ودليل بتاع كده؟ كان يجب على عصام سلطان قبل ان يتكلم، لان هو يعرف جيدا من هو الدكتور حامد صديق، ان يعود الى حقيقة الامر ويتأكد، لانه عارف ان انا رافع الدعاوى من 2004. جاي يتكلم دلوقتي ليه؟ يعني ماذا يريد عصام سلطان من الرأي العام الا الشوشرة؟ اليس بعمل عصام سلطان دوت عندما يدعي بان انا عميل لأمن الدولة هو بيحرض علي اسر الشهداء؟ إذا ماذا يقول عصام سلطان عندما أخذ الإجراءات القانونية في شأن عصام سلطان؟ شكراً.